السيد الدكتور عبد الهادي الكديكي استشاري امراض القلب والشرايين والقسطره القلبيه بمستشفى فينيسيا بنغازي، استاذ مشارك بكليه الطب البشري جامعه بنغازي سابقا. نحن الان في المؤتمر التاسع لجمعيه القلب الليبيه الذي يقام بمدينه بنغازي في الفتره من 29 30 31 ديسمبر. طبعا في فعاليه هذا المؤتمر سبقت هذه الايام في اربعه ايام كان في ورش عمل تدريب عملي للاطباء المساعدين والتمريض والفنيين التابعين لاقسام القلب وجراحة القلب عن رسم القلب عن تصوير الإيكو عن إجراء عملية القسطرة تركيب البطارية الدائمة وعن بعض مبادئ جراحة القلب. الثلاث ايام هذين في محاضرات مكثفه يلقيها طبعا اساتذه ليبيين من الداخل واساتذه ليبيين اصدقائنا جايين من الخارج وبرضه اساتذه زوار من مصر من تونس من الامارات برضه من بعض الدول الاجنبيه. المحاضرات هذين نحن ندير فيه لمواكبه التطور الهائل والسريع والمضطرد والمستمر الذي يعني في العالم كله امراض القلب علاجها تشخيصها دائما في هناك جديد. فالمحاضرات هذين هنا ما هو جديد في تشخيص امراض القلب ما هو جديد في علاج امراض القلب سواء كان بالادويه او بالقسطره او بالدعامات او بالعمليات الجراحيه. Sorry to disappoint you, so instead of having a nice, beautiful Tunisian.